ليلة لم تنم فيها صفاقس التونسية، تحذيرات لم تؤخذ بعين الاعتبار. هل انتقلت مشاهد العنف من فرنسا إلى تونس؟ توصلت الاشتباكات والصدامات بين مواطنين ومهاجرين في ولاية صفاقس جنوبي تونس، مما أدى إلى وفاة مواطن، وأثارت مخاوف من انفلات أمني وتصاعد وتيرة أعمال العنف بين الطرفين. أخبار الآن كانت حاضرة في المشهد، شوارع أغلقت وإطارات سيارات أشعلت، ومواطنون في الشوارع يبحثون عن المهاجرين في وقت انتشرت فيه قوات الشرطة وسيارات الإطفاء والإسعاف. مشهد نراه لأول مرة في بلد عربي، يشبه ما حدث سابقا في عدة دول أوروبية وخاصة فرنسا قبل فترة وجيزة. ناشطون ومواطنون تونسيون حذروا على مواقع التواصل الاجتماعي من خطورة ما يحدث في صفاقس من إمكانية امتداده لمدن أخرى، وطالبوا السلطات بالتدخل وإيجاد حل للمهاجرين غير النظاميين في المدينة الساحلية. يزداد الاعتقال منذ فترة، يعني المواطنين والأهالي وسكان صفاقس يتذمرون من عدم قانونية هؤلاء ومن عدم النظام، وأنهم يعني هناك ممارسات خطيرة جدا كالسرقة والأعمال العنف وما إلى ذلك، والبارحة قد توجت يعني بمقتل شخص في الطريق من أجل السرقة والنهب. لهذا يعني الوضع ربما يتفجر في صفاقس بين لحظة وأخرى، وخاصة أن أغلبية هؤلاء يتواجدون بمدينة صفاقس باعتبار أنها مدينة صناعية وفيها العديد يعني من المصانع والعديد من البزنس. المشكلة قائمة ولا تحل محليا بالمواجهات والاشتباكات، بل على الدولة التونسية أن تتدخل بقوانينها وإمكاناتها لكي لا يؤول الأمر إلى حرب شوارع وصراعات عرقية بين أهل المدينة والمهاجرين بحسب خبراء. حادثة القتل أججت الشارع التونسي، ولا تأكيد حول حقيقة ما حدث، حيث ذكرت وسائل إعلام محلية أن مناوشات انطلقت بين عدد من أهالي مدينة ساقية الزيت بولاية صفاقس ومجموعة من المهاجرين، وقام ثلاثة منهم برشق الشاب بالحجارة قبل طعنه بسكين في الرقبة، اتهام لم تؤكده الحكومة التونسية أو تنفيه. أهالي مدينة صفاقس خرجوا بتظاهرة كبيرة طالبوا فيها بالحد من الهجرة غير الشرعية وضرورة وضع ضوابط لمنع وصولهم، إضافة إلى ترحيلهم وإيجاد بدائل لهم بدلاً من افتراشهم للشوارع وتهديدهم للسلم والأمن.